السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بجاية لنقف على الأشغال تاع هذه الإقامة السكنية الجديدة اللي راهي قيد الأشغال بمنطقة الريف القريب جدا من مدينة بجاية حوالي 6 كيلومترات، واللي الملاحظة هو أنه فيه نقص في قضية التهيئة الإقليمية لهذه الأحياء الجديدة، اللي لابد تكون فيه نظرة فيزيون جلوبال، نظرة شاملة تأخذ بالاعتبار التقارب بين يعني هذه الأحياء الجديدة، ويكون فيه تنسيق ما بين الأحياء وترابط، لازم هذه الأحياء تكون مترابطة فيما بعضها بوسائل الاتصالات والوسائل تاع المواصلات، وتكون فيه يعني تنسيق بين الأحياء باش تتجمع في أماكن محدودة بدون ما يكون فيه يعني تناثر هذه الأحياء في كل مكان. والمشكلة هذا موجود في كل ولاية الوطن. على كل حال نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.